اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. على السلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نحضروا ابن كيكه هشوشه تذوب في الفم، صدقوني روعه، من غير حليب. الكيكه متاعنا متاع اليوم من غير حليب. تبعوا المقادير وتوا تشوفوا شنو هو المكون اللي عوضته بالحليب، معناتها الحليب اللي المكون اللي عوضت فيه الحليب. حسيلو عندي 4 حبات بيض ودرجه حراره الغرفه، حبيت نضيف عليهم رشة من الملح، ومش نضيف عليهم باكو سكر فانيليا، صديقتي نيمو، عصرة متاع قارص اللي هو الحامض. صديقتي نيمو متابعة من مصر، نقولك هاني نحاول ان شاء الله باش نوصل لك الكلمات اللي انت ما تفهمهمش في بالتونسي، نقولهم لك بالمصري. عندي 160 جرام سكر، نبدا نركز بشويه بشويه البيض ونضيف السكر بشويه بشويه. اليوم الكيكه نتاعنا برعايه هذيك الفاكهه الفاضله من العصيده، نقول احنا الفواكه الجافه اللي فاضله من العصيده. تو تشوفوا القدام كيفاش عملتها، راهي جات بنينه ما شاء الله، وكما قلت لكم من غير حليب. ان شاء الله تعجبكم الوصفه نتاع اليوم، عوضت الحليب بحاجه اخرى. تشوفوها القدام، نقعد نركض، وكما تشوفوا لهنا نصبوا السكر على مراحل. صدقوني جربوا الطريقه هذه نتاع صبين السكر على مراحل، راني انا ديما نعمل يعني الكيك وكل مره نعمل بطريقه، وكل مره نلقى الطريقه اللي انجح من اختها، انا نحاول نفيدكم بها. ان شاء الله يعجبكم الفيديو نتاع اليوم. حبيت فرح برشا 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 بمتابعيني اللي نضافوا جدد لقناتي، نقول لكم شكرا على تشجيعاتكم، شكرا على تفاعلكم على الفيديوهات السابقة، وان شاء الله ديما نقول لكم ان شاء الله ديما نكون عند حسن الظن، وان شاء الله تعجبكم وصفة اليوم. ما تنسوش بتبيع لايك، ولي اول مرة يشوف القناة يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. ونقعد توا كملت الكمية متاع السكر اللي هي 160 جرام سكر، نقعد نركض. اللي ما يعرفش الكيل بالجرام، ديجا فما وصفه كيلت لكم بالكيس، الكيس الديريلكس بالنسبه للتوينسة، تعملوا كيسين نقص شويه، معناتها هو الكيس يهز 100 جرام وتزيد اكثر من نص باش تلقى 160 جرام. الكيل هذيك في الفيديو السابق وضحت لكم باش نكيلو، واللي هو الكيس الديريلكس اللي ما عندهمش ميزان. نركض حتى لين يبيض الخليط، وتول هنا عندي 150 مليلتر زيت، نضيف الزيت كيف كيف بشوية بشوية ونركض حتى للي يبيض الخليط متاعي. باش تجيكم الكيكة ناجحة لازم تركضوا الزيت بالباهي، ما تخليوهش يقعد معناتها منفصل على الابيض والسكر، على البيض والسكر، باش تجيكم معناتها هكا خفيفة ورطبة من الداخل. هذه هي سر زيادة من اسرار نجاح الكيك، ما تجيكمش هكايا نقول احنا من الداخل كي نشافه. تعملوا تركضوا بالباهي بالباهي الزيت مع الخليط الاولاني، وتوا هنا نحيت الباتور وباش نضيف المكون اللي قلت لكم حطيته في بلاصه الحليب اللي هو 150 مليلتر ماء، ماء من الروبيني يعني ماهوش لا بارد لا سخون، عادي. وتوا باش نضيف الفرينه اللي هي 250 جرام، عفوا على الاول باش نضيف عليه 15 جرام خميره حلويات، ومن بعديك باش نزيد نضيف حوالي 100 جرام اخرى فرينه. يعني الكيكه هذه والاربع حبات بيض والكميات الكميه نتاع الماء والزيت عملت لي خذيت معايا 350 جرام فرينه. شفتوا لهنا نخلط القوام خفيف، انا ما نحبش القوام نتاع الكيك نتاعنا يجينا خفيف، يجينا خفيف ما تجينيش ناجحه وما تجينيش معناتها الكيكة متاعنا كيف ما نحبه. زدت 100 جرام ونحاول ندخل الخليط الكله بالفويه كما تشوفوا لهنا الفارينة حتى نتحصل على القوام اللي حاجتي به. وديما ديما تعرفوا من الناس الكل تعرفها الاستيس هذية، اللي تكتب رقم 8 الفوق معناتها تجيك يقعد باين، هكيك هو القوام متاع الكيك. لهنا هذوما هكا شويه الفاكهه اللي عندي، لوز وبفريوه او فستق وشويه كاجو يعني ملمدتهم من العصيده، هذا العصيده هروشتهم وضفت عليهم شويه فرينه باش كي نحطوهم في وسط الكيك ما يتيحوناش في القعر نتاع في القاع نتاع الطبق نتاعنا. صدقوني راهي جات فيها كد قرميشة، انا الحقيقة عرجتهم شوية يعني قليتهم الكعيبات الفيكية متاعي باش يقعدونا هكا كروستيون في وسط الكيك. وتو خديت المول متاعي هذية دهنته بشوية زبدة وشوية فارينة باش نصب فيه الخليط،
خليت الكمية متاع الفاكهة من فوق، من بعد باش نحطها. تو تشوفوها القديم كيفاش جيتنا، راهي كيكة بسم الله ما شاء الله ولا أروع. هذه هكا الطبق متاعي، وإلا المول متاع الكيك، صبيت فيه الخليط، ومن بعد نكمل نحط هذيك بيت الفاكهة من فوق. كما قلت لكم شفتوها كيفاش غلفتها بالفرينة باش ما تطيحنيش لوطة، وحتى اللي حطيته في الوسط راه تشوفوا القديم ما طاحش حتى القاع نتاع الطبق بالكل. بعد الدريكح توا كملت الكمية هذية، نمسح شوية الطبق نتاعي من الزيت ومن التقطير هكي باش ما يتحرقناش في الفور، ويعطينا منظر مش مزيان ومطعم مش مزيان في الكيك. وتوا نكمل نحط هذوك، راهو تنجموا تزيدوا زيادة جلجلان، اي حاجة مكسرات عندكم تحطوها لهنا. هذه هكا الفور متاعي يسخن على 180 درجة، دخلتها وشوفوا ما شاء الله هذيك الكيك ما شاء الله، راهي جات فيها خفة وجات فيها منظر. وهذيك الفيكيا كيما قلت لكم قعدت من الفوق، وتوا نحطوها مازلت سخونة صدقوني، يعني من طبق البيت النار سمعوشي بها، من المفروض نخليها يعني حتى تعرق هكا شوية على الطبق، ومن بعدك نحيها فاسيلمو انا مستعجلة. وكما تشوفوا لهنا هذه هكا الكيكه نتاعنا ما شاء الله جاتنا عاليه وخفيفه، وهذيك الفيكيا اللي فيها تتقرمش نودكم وما نشهيكم. نجربوا نقصوا مع بعضنا مرسو، ونحبكم تشجعوني برشا 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 باللايكات وبالكومنتات نتاعكم المزيانه المحفزه، وتشتركوا بالطبيعه في القناه، ونستنوني في فيديو جديد ووصفه جديده، وباي باي وبالسلامه.